أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه نستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم حكيم. أنا في الأسبوع اللي داز كنا غادي نتكلموا على حقوق الإنسان، يعني التنوع ديالها، ولكن الظروف يعني احنا مضطرين باش نتكلموا في قصة ديال المسيح عليه الصلاة والسلام. لأن ونحن يعني قادمون على ميلادة المسيح عليه الصلاة والسلام في الأسبوع اللي جاي، فلا بد أن نعرف أنفسنا ونعرف أولادنا وبناتنا بهذا النبي المعجزة حتى يكون أولادنا وبناتنا على بينة وعلى دراية وعلى علم من المسيح عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يكون لأولادنا عقدة تجاه المسيحيين أو المسيحية. وأنا قد قلت أيها الأحباب في السنوات التي مرت، نحن مسيحيون إن كانوا يعتقدون بأن يعني المسيحي بمعناها هو الإيمان بسيدنا عيسى. نحن مسيحيون كمسلمين، نحن مسيحيين لأننا لا يمكن أن يكون إيماننا حقا ولا إسلامنا حقا إلا إذا أمنا بالمسيح عليه الصلاة والسلام. كان شو واحد يقول لك أنا مسلم وأنا مؤمن لكنني أؤمن بمحمد ولا أؤمن بعيسى. فإذا كنت تؤمن بمحمد ولا تؤمن بعيسى فإسلامك غير صحيح وإيمانك غير صحيح، لأن من شروط الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. تؤمن بالله وتؤمن بملائكة الله عز وجل وتؤمن بكتب الله هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ورسل الله الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشرية، وهم هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل أرسله الله عز وجل في قومه. لكن إحنا كمسلمين مطالبين أيها الأحباب، مطالبين كمسلمين أن نؤمن بجميع الأنبياء. أخويا 124,000 نبي، 124,000 نبي، كل هؤلاء الأنبياء نؤمن بهم إجماعا بدون تفصيل. ويعني والرسل يعني 313 هؤلاء الرسل نؤمن بهم كذلك، ولكن الأنبياء اللي مطالبين نؤمن بهم تفصيلا تفصيل واحد واحد ونعرف التاريخ ديالهم والقصة ديالهم والمعجزات اللي جاوا بها، وهم الأنبياء المذكورون في القرآن. والأنبياء المذكورون في القرآن هم 25 نبي، هذا مطالبين كمسلمين نؤمن بهم مشي إجمالا تفصيلا، نعرفهم ونعرف تاريخهم ونعرف حياتهم ونعرف المعجزات التي جاءوا بها. فهؤلاء الأنبياء اللي هم 25 اللي الله عز وجل قال في القرآن الكريم لسيدنا محمد منهم
من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، أي من الأنبياء من قصصنا يعني سيرتهم وحياته في القرآن، وهو 25 نبي. ومنهم من لم نقصص عليك، أي لم يذكروا في القرآن الكريم، إنما جاء التاريخ بينهم. إذا نحن كمسلمين كلها 124,000 نبي، فيهم الأنبياء وفيهم المرسلين يعني الرسل، نؤمن بهم إجماعا. الأنبياء المذكورون في القرآن الكريم نؤمن بهم تفصيلا. ومن هؤلاء الأنبياء سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، سيدنا عيسى. فلذلك يعني المسيحية، لأنهم يسمون بالمسيحيون أو المسيحية لأنهم ينسبون إلى المسيح عليه الصلاة والسلام. والمسيح سمي مسيحيا لأنه ممسوح القدمين، ممسوح القدمين أي أنه لا مكان له هنا، رجله هكذا. وقيل لأنه سمي المسيح لأنه ما مسح على عاهة إلا بريت، يعني المكيشي المريض مريض يمر يده عليه فيبرأ بإذن الله عز وجل، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم وإن كنتم مؤمنين. وهذه نتكلم على المعجزات لأيد الله عز وجل بها. فلذلك نحن نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى ونؤمن بإبراهيم ونؤمن بزكريا ونؤمن بإسماعيل وبإسحاق وبيعقوب وبجميع الأنبياء. إذن نحن ما عدناش مشكلة، خصنا نفهموا كمسلمين، ما عدناش مشكلة أبدا مع الديانات الأخرى، لأنه لا يمكن أن يكون المسلم مسلما إلا إذا آمن بموسى وآمن بعيسى وآمن بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ما عندناش مشكلة. ولذلك لما بعث الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده مشكلة أبدا مع ديانات أخرى، بالعكس أيد هذه الديانات وحافظ عليها، معابدها وكنائسها وظهور عبادتها. وبقي الناس يعني في دينهم، هذا هو الأساس اللي خصنا نفهموه أيها الأحبة. إذا ولادة المسيح بالنسبة لنا فهي معجزة، وهذه المعجزة ذكر الله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم بصفة عامة، وذكر لها سورة تسمى بسورة مريم، مريم. وهذه السورة ذكر الله عز وجل فيها ولادة المسيح بالتفصيل، وهذه ولادة المسيح بالتفصيل لم توجد حتى في الإنجيل. فعندما نقرأ الإنجيل لا نجد بأن المسيح ولد تحت الشجرة، إنما نجد ذلك في القرآن الكريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط أو تساقط عليك رطبا جريا. ذكر القرآن الكريم للتفصيل ولادة المسيح تحت الشجرة ماشي الصفا النخلة. وقال الله عز وجل لمريم هزي إليك، حركي يعني الشجرة هذه حتى تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. القرآن الكريم ذكر ذلك التفصيل، شيء هذه دعوة. يعني بعض الأحيان تكلمنا في هذه القضية في هذه المسألة هذه مرة، وقالوا بعض الناس بأن الإمام الفلاني هو يدعو المسلمين باش يديروا الصفة في الدار ديالهم. لا، لا أقول ذلك. الله عز وجل قال لكم دينكم ولي ولي دين، عندهم الدين ديالهم احترموهم ونحترم عقائدهم ونحترم طقوسهم، والدين ديالنا كيأمرهم هذه الأشياء، لكن ماشي باش المسلمين ينصرخ عن دينه ويفعل ما يفعله الآخرون. لا، إنما احنا نذكر الحقائق كما جاء في القرآن الكريم. الله عز وجل ذكر ولادة المسيح
عليه الصلاة والسلام بالتفصيل، وذكر الولادة تحت الشجرة، وأمه اللي هي السيدة مريم عليه الصلاة والسلام نزهها الله عز وجل في القرآن الكريم، وبرأها مما يقول غير المسلمين لها، وقال الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وقال الله لسيدنا محمد: وأنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. كان ذلك بالتفصيل. فلذلك مطالبين أن نوضح لأولادنا وبناتنا بأن الإسلام ما عندوش مشكلة أبدا مع جميع الأنبياء والمرسلين، لأن في ديننا يقول الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسل الله عز وجل، لا نفرق منهم. فالإيمان بهم واجب، وعدم الإيمان بهم كفر، ولكن الإيمان بهم كأنبياء، ليس الإيمان بهم كأبناء الله، لا، الأنبياء الإيمان بهم كرسل أرسلهم الله عز وجل. الله عز وجل عندما أرسل عيسى عليه الصلاة والسلام اتهمه بعض الناس وقالوا بأنه أي المسيح هو ابن زنا، ما دام أمه لم تتزوج بعد قبل لم تتزوج قبل فكيف جاءت بالمسيح، فكيف ولد المسيح؟ إذن المسيح هذا أي عيسى ولد بدون أب من أم ولم عندوش باء. فيرد القرآن، القرآن الكريم الله عز وجل كيرد على هذه الناس في القرآن، وش يقول لهم؟ يقول لهم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. المثل ديال عيسى عند الله بحال المثل ديال آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أنتم فقط أنكم تفكرون في المسيح ولد بدون أب، ولكن نسيتوا آدم اللي هو التلد بدون أب وبدون أم، ما عنده لا با ولا أم، إنما صنعوا خلقوه، يعني الملائكة صنعوه من تراب بأمر من الله عز وجل، فنفخ فيه الروح فأصبح له كلام بدون أب وبدون أم. وتتعجبون من عيسى ومن آدم، وما تعجبوش من حواء اللي هي الزوجة ديال سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، لأنها ولدت من أب بدون أم. عيسى ولد من أم بدون أب، وآدم ولد من غير أب ولا أم، وحواء ولدت من أب وآدم عليه الصلاة والسلام بغير أم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إذن احنا مطالبين أن نوضح هذا النبي العظيم، هذا النبي اللي هو روح الله، خلقه الله عز وجل بكلمة كن فكان. ومن يعني المعجزات ديالو غادي نتكلموا عليها في خطب اللي جايه، نشرحوها بالتفصيل حتى نوضح لاولادنا وبناتنا بان كل من عيسى ومن موسى فهم انبياء الله نؤمن بهم. ولذلك قالوا قديما: ان كان اتباع موسى يدخلون الجنه
فنحن ندخل الجنة معهم لأنهم يؤمنون بموسى فنحن نؤمن بموسى. وإن كان أتباع عيسى يدخلون الجنة فنحن أمة محمد سندخل معهم لأنهم يؤمنون بعيسى ونحن نؤمن بعيسى. ولكن المشكلة إلى غد ندخل إحنا خصنا إحنا نزرهم على هذا الناس باش يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يصبحوا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. الله يحفظنا جميعا اهدنا الطريق المستقيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وقابل التوب شديد العقاب الطول لا اله الا هو اليه المصير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله ورحمه للعالمين. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم تب علينا توبه نصوحا. اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا ارحم الراحمين. اللهم اياك سالنا ولاحسانك تعرضنا وما عندك من خير طلبنا فاقبل اللهم بوجه الكريم علينا ولا تخيب فيك رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا واصلح انا وارحم من علمنا وارحم شيوخنا وارحم سبقنا بالايمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسوله النبي المؤمن وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.